فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن من جامع زوجته وهي حائض أن عليه كفارة؟ نعم، عليه دينار أو نصفه، دينار يعني مثقال من الذهب أو نصف المثقال، ويحسب بسعره في كل وقت من الصرف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.